بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الخامس مع شرح درس من دروس مهارتي في الكتابة، وهو بعنوان شبه الجملة الجار والمجرور. قبل البدء في الشرح نريد أن نتعرف ونتذكر بعض الأمور. الجملة تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية تتكون من المبتدأ والخبر، وجملة فعلية تتكون من الفعل والفاعل. الآن من حروف الجر، بعض حروف الجر من، على، عن، إلى، الكاف، الباء، وفي. الاسم الذي يأتي بعد حروف الجر يكون ماذا؟ يكون مجرورا. وهنا عندنا أيضا درسنا سابقا أن علامة الجر من الحركات هي الكسرة. نأتي الآن إلى السؤال الأول، استخرج حروف الجر والأسماء المجرورة بعدها في الفقرة الأولى. نأتي الآن إلى الفقرة الأولى، أين الفقرة الأولى؟ هذه هي الفقرة الأولى. الآن نريد أن نستخرج الأسماء المجرورة، حروف الجر والأسماء، وماذا أيضا؟ الأسماء المجرورة. الآن في الفقرة الأولى نبدأ هنا في، في هذا حرف الجر، في، أين الاسم المجرور؟ الاسم المجرور هو أيامي، الاسم المجرور أيامي. أولا نضع دائرة على حروف الجر، أيضا هنا حرف الجر من، أبناء قبائل البدو إلى الأماكن التي يمكن أن يقضوا فيها، أيضا هنا في حرف الجر والهاء ضمير متصل مبني في محل جر، أشهر القيد خارج البلدة، أيضا هنا معنا في حرف الجر. الخيام اسم مجرور، وهنا أيضا عندنا حرف الجر إلى، والأماكن بعدها اسم مجرور، والعرشان التي يقومون بنصبها، هنا الباء حرف الجر، ونصبها اسم مجرور، بأنفسهم أيضا هنا الباء حرف الجر، ليبتاعوا الرطب من أصحاب البلدة، هنا من، طبعا هنا الأصل في الكسرة أن تكون أسفل الميم وليس فوق الميم. أما المنازل التي يقيم فيها، أيضا هنا فيها عندنا في. البدو فتسمى بالحاضر، الباء أيضا هنا حرف الجر. لحضور أيضا هنا اللام حرف جر. البدو فيها أيضا هنا معنا في، وأيضا هنا في حرف جر، وأيامي اسم مجرور. إذن الآن بالنسبة للأسماء المجرورة، هنا أيامي اسم مجرور، أيامي اسم. الآن هنا نأتي مرة أخرى، اسم مجرور، وأيضا هنا كلمة أبنائي اسم مجرور، وهنا الأماكن اسم مجرور، والهاء هنا ضمير متصل مبني في محل جر. الخيام أيضا هنا اسم مجرور، نصبها اسم مجرور مع الهاء طبعا، بنصب أنفسهم اسم مجرور. أصحابي أيضا جاءت بعد حرف الجر الميم فهي اسم مجرور. الهاء ضمير متصل. الحاضر اسم مجرور، وهنا فيها الهاء، وهنا أيامي اسم مجرور. بهذا نكون استخرجنا حروف الجر والأسماء المجرورة. نأتي الآن إلى السؤال الثاني، انظروا فيما استخرجته، انظر فيما استخرجته، وهو على سبيل المثال عندما قلنا في أيام القيض. الآن هنا في أيام القيض، لاحظوا في الفقرة الأولى حرف الجر والاسم المجرور في أيام القيض، هل هذا الكلام ماذا يسمى هذا الكلام؟ حرف الجر والاسم المجرور الذي يأتي بعده،
هذا يسمى شبه الجملة. إذا ركزوا معي مرة أخرى، ما هو شبه الجملة؟ شبه الجملة هي عبارة عن حرف الجر والاسم المجرور الذي يأتي بعده. مثلا هنا: من أبناء قبائل البدو. هذه كلها اسم مجرور، من أبناء قبائل البدو. وكذلك الحال إلى الأماكن تسمى شبه الجملة. إذن حرف الجر والاسم المجرور الذي يأتي بعده يسمى حرف الجر. الآن لاحظوا أيضا: من أبناء قبائل البدو. هل تدل العبارات السابقة على معنى مستقل؟ يعني هل لها معنى مستقل بذاته ونفهم منه المقصود؟ لو قلنا في أيام القيظ، ماذا يعني في أيام القيظ؟ المعنى غير مفهوم. لو قلنا أيضا: من أبناء قبائل البدو، ماذا تعني هذه الجملة أو شبه الجملة؟ هل المعنى مفهوم؟ هل المعنى مكتمل؟ هل المعنى مستقل؟ الإجابة لا. إذا نستطيع أن نستنتج أن الحرف الجر والاسم المجرور الذي يأتي بعده، أي شبه الجملة، لا يوجد لها معنى مستقل بنفسه، وإنما يجب أن يكون قبلها شيء أو بعدها يتمم المعنى. الآن هنا أصل كل عنصر من المجموعة الأولى بما يناسب في المجموعة الثانية. نأتي الآن هنا: يفد الناس، يفد يعني يأتي، يفد الناس إلى أماكن القيظ. لاحظوا لو قلنا إلى أماكن القيظ، هذه شبه جملة، هل لها معنى مستقل؟ لا. متى يكتمل المعنى؟ يكتمل المعنى عندما نقول يفد الناس إلى أماكن القيظ، فاكتمل المعنى. أيضا: يخزن الناس التمر لشتائهم. لاحظوا لام حرف جر وشتائهم اسم مجرور. لو قلنا لشتائهم وحدها شبه الجملة، هل يكتمل المعنى؟ هل المعنى مستقل؟ لا يكتمل المعنى إلا مع الجملة التي تسبقه. الكريم يعطي من ماله، من حرف جر وماله اسم مجرور، فهذه شبه جملة. إذا من ماله لا يوجد لها معنى، وإنما يتم المعنى مع الجملة التي قبلها. يقيم البدو في الخيام والعرشان، هذه شبه الجملة، هذه لا يكتمل معناها إلا إذا ربطناها مع الجملة التي تأتي قبلها. الآن ألاحظ مما سبق أن الجار والمجرور في العمود الأول من الجدول لا يشكل جملة تامة المعنى، وإنما لا بد أن يرتبط بما يتمم معناه. فتركيب الجار والمجرور وحده يسمى، إذن ماذا يسمى حرف الجر والاسم الذي يأتي بعده؟ يسمى شبه الجملة، إذا نسميه شبه جملة. الخلاصة: يسمى تركيب حرف الجر والاسم المجرور بعده شبه جملة. إذا لو قلنا الآن: ما هو شبه الجملة؟ ما هي شبه الجملة؟ حرف الجر والاسم المجرور. شبه الجملة لا تشكل جملة مستقلة، بل لا بد أن ترتبط بما يتمم معناها. الآن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح هذا الدرس، ونلقاكم إن شاء الله في درس آخر مع حل التدريبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.